Les alcools, définition. On appelle un alcool un composé organique dans lequel le groupe hydroxyde O, H est lié à un atome de carbone saturé. Il est dans les quatre liaisons covalentes simples. Aide le carbone, aide le carbone, qui est le carbone fonctionnel, ou le baril qui est le groupement fonctionnel. Les classes ou bien les familles des alcools. Selon que l'atome de carbone est lié à un, deux ou trois autres atomes de carbone, l'alcool est classé en primaire, secondaire ou bien tertiaire. Un alcool est dit primaire, c'est au moins le carbone fonctionnel qui est lié à un radical. Ou là, si on a le carbone fonctionnel, lié à trois autres hydrogènes. Le carbone fonctionnel, CH2, il est lié à un radical. Mais si le nombre de carbone, il est lié à le radical, ou c'est-à-dire qu'il joue de l'hydrogène. C'est un radical qui joue de l'hydrogène, ou c'est un alcool primaire. Le secondaire, il a l'atome de carbone, le carbone fonctionnel, lié à deux autres atomes de carbone. Si on a un carbone, on a un carbone. Exemple, هذا هو الكربون فونكسيونيل في هذه الجهة كاين واحد وفي هذه الجهة كاين واحد آخر. لو تيرسيير سي لاتوم دو كربون فونكسيونيل اللي هي أتروا زوطخ أتوم دو كربون. هنا خصو يكون كربون وهنا كربون وهنايا كربون. التيتر ديكزومبل هذا هو الكربون فونكسيونيل شاد في واحد جوج ثلاثة. لا نومونكلاتور التسمية. On détermine le nom de l'alcool à condition. La chaîne principale est la chaîne la plus longue comportant le groupement OH. La chaîne Kbira fiha 3. Le groupement OH. Numérotez cette chaîne carbonée afin que l'atome de carbone fonctionnel ait le plus petit numéro. Le carbone fonctionnel ممكن بحال هنا عندنا واحد جوج ثلاثة ديال الكربون واحد جوج ثلاثة ديال الكربون غادي نرقموها على أساس بأن هذا ياخذ أصغر رقم ممكن. نومي لالكان لالكول اون اجيتو لو سفيكس اول او نون دو لالكان سون لو او غادي نحيدو او كتكون عندنا الكان اي اول بحال هذا الكان ديالو هو البوبان. فين كاين عندنا الجروبمون او اش كاين في الكربون رقم جوج اللي بدينا كنرقموها من هنايا عندنا جوج اول. اذا بغينا ناخذ مثال واحد اخر كنقلبوا على الشين برينسيبال اللي فيها او اش الور هي هادي عندنا فيها واحد جوج ثلاثة أربعة عندنا واحد الراديكال ميتيل كاين في الكربون رقم ثلاثة لأن الطرقان ديالنا كيبدا من هنايا من رقم واحد. السمية ديالنا بحال السمية ديال الألكان غتكون عندنا هي ثلاثة ميتيل ثلاثة ميتيل واحد جوج ثلاثة أربعة ديال الكربون بوتان غتكون عندنا واحد أول. نقدرو نكتبو ثلاثة ميتيل بوتانول مباشرة إذا كان واحد كنحيدو. إذا خدينا هاد المثال الآخر كنقلبو على أطول سلسلة لا شين برينسيبال لا شين لا بلو لون كونتونو الكربون فونكسيونيل. هذا هو الكربون فونكسيونيل ألور هادي هي لا شين لا بلو لون لا بلو لون غتعطينا هي بوتان. كاين عندنا واحد الجروبمون ميتيل لاصق واحد الكربون غادي نسميو نرقمو هذا بواحد جوج هذا ثلاثة. إذا ميتيل كاين عندنا في الكربون رقم ثلاثة هي ثلاثة ميتيل بوتان جوج أول. علاش جوج؟ لأن أو أش كاينة في الكربون رقم جوج. إلا خدينا مثال هذا كنقلبو على الشين برانسيبال اللي فيها لو كربون فونكسيونيل. ها الكربون فونكسيونيل وهاديك هي الشين برانسيبال فيها ربعة ديال لي زاتوم ألور سي بوتان. كاين عندنا واحد الراديكال ميتيل لاصق في هاد السلسلة غادي نرقموها على أساس ياخد أصغر رقم. إلا بدينا من هنا واحد عندنا واحد جوج هذا ثلاثة
ولا بديناها من هنا غادي يكون واحد وهذا جوج. إذن هذا الترقيم الفوقاني هو اللي غادي يكون مزيان، وغادي تكون عندنا هي جوج ميتيل بوتان جوج أول. إلا خدينا مثال واحد آخر، كنقلبو على أطول سلسلة فيها الكربون فونكسيونيل، هذا هو الكربون فونكسيونيل، أطول سلسلة فيها الكربون فونكسيونيل هي هذه، أطول سلسلة فيها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، خمسة جاية من بنتان، عندنا راديكال وراديكال جوج ديال ميتيل، وعندنا واحد الراديكال ديال إيتيل، و أطول سلسلة كتبدا من هنا رقم واحد خصو ياخذ هذا أصغر رقم ممكن واحد جوج، هذا كاين في الكربون رقم جوج، تا هذا في الكربون رقم جوج، وهذا في الكربون رقم ثلاثة، إذا السمية ديالنا غتكون جوج إيتيل جوج ثلاثة دي ميتيل بين طان واحد أول. نقدر نحيدو هذيك واحد أول ونكتبها مباشرة بنتا نول إلا كتعلق الأمر برقم واحد. إلا شفنا تسمية واحدة أخرى كنقلبو على أطول سلسلة فيها الكربون فونكسيونيل، أطول سلسلة فيها الكربون فونكسيونيل هي هذه، كون عندنا جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة هي هكسان، عندنا جدر ميتيل وعندنا جدر راديكال ميتيل ولا غاميفيكاسيون، وفين كاين عندنا الكربون فونكسيونيل اللي هو هذا، إذا بدينا من هنا جوج ثلاثة ولا بدينا من هنا جوج ثلاثة أربعة، إذا غادي يكون الترقيم المزيان هو اللي غادي يكون من هنا، إذا هذا هو الكربون رقم ثلاثة، عندنا ميتيل في الكربون رقم ثلاثة وعندنا ميتيل في الكربون رقم أربعة، إذا غتكون عندنا ثلاثة أربعة دي ميتيل هكسان ثلاثة أول. إذا خدينا مثال واحد آخر غادي نقلبو على أطول سلسلة كربونية، هذه هي أطول سلسلة كربونية، عندنا فيها جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة هي ديالت الهكسان، عندنا جوج ديال جذور ميتيل، إذا غتكون عندنا جوج ثلاثة هي ثلاثة أربعة دي ميتيل هكسان ثلاثة أول. إلا شفنا هاد المثال الآخر أطول سلسلة غتكون عندنا هي هادي، هادي هي أطول سلسلة، عندنا فيها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة هي الهكسان، عندنا جدر وجدر وجدر كلهم ميتيل، لا ترقيم إلا بدينا من هنا واحد واحد جوج ثلاثة، هذا غادي ياخد رقم ثلاثة، بدينا من هنا جوج ثلاثة أربعة، إذا هاد الترقيم هو أحسن واحد جوج ثلاثة، إذا غتكون عندنا ثلاثة أربعة أربعة، ثلاثة أربعة أربعة. تري ميتيل هكسان ثلاثة أول. إذا بغينا نلقاو سميات إيتانول، إيتان إيتان كيعني عندنا جوج ديال الكربون الأول والثاني، أول كيعني بأننا عندنا واحد أو أش، ونكملو بالهيدروجينات غتكون عندنا هنايا أش دو وهنايا اش 3. الا خدينا جوج ميتيل بروبان جوج اول، بروبان كتعني باننا عندنا واحد جوج ثلاثه ديال الكربون، جوج اول يعني عندنا واحد او اش لاصقه في الكربون رقم جوج، جوج ميتيل، ميتيل يعني عندنا راديكال فيه كربون واحد، ونكملوا بالهيدروجينات تكون هنا اش 3، هنايا اش 3، هنايا اش 3، هنايا ما غادي نزيدو والو لأنه تيطغى فالور رباعي التكافؤ، عندنا جوج ميتيل بيوتان جوج أول، بيوتان يعني عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة، أول جوج
يعني كاين عندنا او اس في الكربون رقم جوج، جوج ميتيل عندنا كربون في الكربون رقم جوج، وهنا نكملو بالهيدروجينات اش 3. هنا الى حسبنا خصنا نزيدو اش 2، هنا غتكون عندنا اش 3. جوج ايتيل، جوج ثلاثة ديميتيل بنتانول، بنتانول هنا ما دارش لنا رقم، هذا كيعني بان عندنا رقم واحد، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. هنا غادي يكون عندنا واحد او اش، جوج ايتيل يعني هنا غادي تكون عندنا سي دو اش 5، جوج ثلاثة دي ميتيل غادي يكون عندنا هنا واحد الكربون وهنا كربون واحد اخر، كنكملو بالهيدروجينات اش 2 غنزيدو اش 3، هنا ما نزيدو والو، هنا غنزيدو اش، اش 2 ثم اش 3. ثلاثة أربعة ديميتيل إكزان ثلاثة أول، إكزان يعني عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ثلاثة أول يعني عندنا أش كربون رقم ثلاثة، ثلاثة وأربعة ديميتيل عندنا كربون هنايا وأربعة كربون واحد آخر لهاد الشي، ونكملو بالهيدروجينات أش تروا أش دو أش تروا أش اش 3 اش 2 و اش 3. الى خدينا مثال واحد اخر بما انه ما باينش هنايا، بروبان 1 2 3 تري اول، تري اول يعني عندنا 3 ديال او اش، بروبان يعني عندنا سلسله فيها 3 ديال الكربون، كاين الكربون الاول فيه واحد او اش، الكربون الثاني فيه او اش، الكربون الثالث فيه او اش. إذا كملنا بالهيدروجينات هنا غتكون عندنا اش 2، هي غتكون عندنا اش، وهنايا اش 2 اللي تسمى بروبان 1 3 2 3 تري اول، عنده سميه معروف بها بزاف هي الجليسيرول. لي اسيد كاربوكسيليك، اون ابل اسيد كاربوكسيليك ان كومبوزي اللي فيه هاد الجروبمون فونكسيونيل سي او او اش، سي او او اش هذا هو الكربون فونكسيونيل، كل شيء هو الجروبمون فونكسيونيل. يقدر نلقاوه بحال هكا، يقدر يتكتب كتابات مختلفة، سي دوبليزون او او اش، يقدر يكون فيه كتابات مختلفة. التسمية ديالو غوبيغي لا شين كربوني لا بلو لون كونتونون لو جروبمون فونكسيونيل، نوميروتيك لي كاربون اون كومونسون باغ لو كاربون فونكسيونيل دو لاسيد، لو نون دو لاسيد اي لو نون دو لالكان بريسيدي باغ لو مو اسيد اي سو تيرمينون باغ اويك، اسيد الكان اويك. هذا خصو ياخد بزز رقم واحد، شحال عندنا من كاربون هنايا؟ يلا عندنا واحد، اذا غادي يكون عندنا ميتان كتبدا باسيد وكتسالي بأويك. إلا شفنا هنايا خصنا نبداو الترقيم ديالنا هنايا برقم واحد، شحال عندنا من كربون هنايا؟ جوج، إذا هي تجي من كلمة إيطان كتبدا بأسيد وكتسالي بأويك. إلا خدينا الحالة الثالثة خصنا نبداو من هنايا برقم واحد، كنقلبو على شين برانسيبال لا بلو لونغ طويلة فيهم واحد جوج ثلاثة، وعندنا واحد الراديكال ميتيل لاصق في هاد السلسلة، إذا سميت لالكان كوريسبوندو هو ميتيل، كاين في الكربون رقم جوج ديال السلسلة الرئيسية فيها ثلاثة ديال الكربون، خاصها تبدا بأسيد وتسالي بأويك. إذا خدينا مثال واحد آخر، خصنا السلسلة ديالنا تبدا بالكربون هذا ياخد رقم واحد، كنقلبو على أطول سلسلة هي هادي، فيها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ديال الكربون، إذا هي بروبان. عندنا واحد الجدر ميتيل لاصق في الكربون واحد جوج ثلاثة أربعة، في الكربون رقم أربعة، إذا السمية ديال هذا هو أسيد أربعة ميتيل بنتان اويك، نصحح بنتان، بنتان، بنتان اويك.
الى بغينا نقلبوا هنا على اطول سلسله خاصها تبدا برقم واحد من هنايا، وغتكون عندنا هذه هي اطول سلسله فيها 1 2 3 4 5 هي بنتان. بنتان كان عندنا واحد الراديكال ايثيل هنايا، كان عندنا جوج ديال راديكو ميثيل لهادشي، هذا غادي يكون في الكربون رقم 2 الايثيل، الميثيل كاينين بجوجهم في الكربون رقم 3. اذا السميه ديال المركب ديالنا غتكون هي اسيد جوج ايثيل، جوج ايثيل 3 دي ميثيل بنتان اويك. لي اسيد كاربوكسيليك، لاسيد بيوتانويك كنعطيوك السميه خصك تلقى ديال. اول حاجه نبداو بها اللي رضي عليكم هو نكتبو لا كاركتريستيك ديال لاسيد لو غروبمون فونكسيونيل. ديجا عندنا واحد الكربون هنايا بيوتان هي 4، كاين عندنا واحد خصنا نزيدو 3 ونكملو بالهيدروجين بطبيعة الحال H2 H3. اسيد جوج ميتيل بروبان اويك كنكتبو الديكور هو الاول، كنكتبو غروبمون فونكسيونيل وهذا هو كياخد رقم واحد، بروبان كاين عندنا واحد جوج 3 ميتيل واحد الجدر لاصق في الكربون رقم 2، اذا جدر ميتيل لاصق في الكربون رقم 2 وكنكملو بالهيدروجينات H3 و H3. اسيد جوج ايثيل جوج 3 ديميتيل بيوتان اويك كنبداو بالجروبمون فونكسيونيل وهذا كياخد رقم واحد، بيوتان عندنا 4 ديال الكربون 1 2 3 4، جوج ايثيل ايثيل فراق الكربون رقم 2 ايثيل هو C2H5، جوج 3 ديميتيل كاين واحد في الكربون رقم 2 والثاني في الكربون رقم 3، وبطبيعة الحال كنكملو بالهيدروجينات. اسيد جوج ايثيل 3 ديميتيل بنتان اويك كنبداو سي دوبليزون او او اش، بنتان 5 ديال الكربون 1 2 3 4 5، جوج ايثيل عندنا واحد الجدر فيه جوج ديال الكربون كاين في الكربون رقم 2، 3 ديميتيل ميتيل عندنا واحد الجدر ايثيل ميتيل في الكربون رقم 3 وكيتعاود على جوج المرات، نكملو بالهيدروجينات H3 H2 H3 H3، وهنا غتكون عندنا H. لي زانيدغيد داسيد لا ديفينيسيون، اون ابيل انيدغيد داسيد لي عندو ان غروبمون فونكسيونيل بحال هاد الشكل، حتى هو عندو كتابات مختلفين لو نوم ديالو لا نومونكلاتور اون نوم لو كومبوزي دو لا ميم مانيير كو لي اسيد، جوست اون رومبلاس لو مو اسيد باغ لو مو انيدريد. لي موليكول كيكونو جينيرالمون سيميتريك بحال الفوق بحال التحت، الوغ كنشوفو الفوق هذا هو الكربون رقم واحد وعندنا غير واحد، اذا هو ميتان كنحيدو اسيد وكنكتبو انيدريد ميتان اويك. نفس العمليه عندنا هنايا جوج ديال لي جيتون ديال الكربون، اذا غتكون عندنا انيدريد انيدريد ايتان اويك. إلا شفنا هنايا أيضا نفس العملية، أطول سلسلة كربونية عندنا فيها 3 وهذا خصو بزز ياخد رقم 1، وعندنا واحد الراديكال ميتيل لاصق في الكربون رقم 2، إذا سميت هذا أنيدريد جوج ميتيل بروبان أويك. نفس العملية ونفس الخطوات، هذا خصو ياخد رقم 1، كنقلبو على أطول سلسلة عندنا فيها البيوتان وعندنا واحد جدر ميتيل في الكربون رقم 3، إذا السمية ديال هذا هو أنيدريد
A نيتريت، ثلاثة ميتيل بوتان أويك. Les esters, définition. On appelle ester un composé organique caractérisé par le groupement fonctionnel. C double liaison O C. La nomenclature des esters. La nomenclature des esters est composée de deux termes. Le premier terme se terminant en OAT, désignant la chaîne carbonée issue de l'acide. Le deuxième terme par IL, désignant la chaîne carbonée issue de l'alcool. L'ester fait juste le jus qui gémine l'acide. Ou le jus qui gémine l'alcool. هذا الجزء اللي كيجي من الاسيد كناخذو منه السميه ديال الالكان وكنزيدو عليها وات، وهذا الجزء اللي كاين من هنايا كناخذو الالكيل كنعرفو الالكان ديالو كناخذو الالكيل. نوتا بيني دون لو كا او الا كانوا عندنا دي غاميفيكاسيون جذور خص هادو ياخذو ديما رقم واحد، كنقول ديما ياخذو رقم واحد. امثله كنشوفوا هاد الجهه الاولى كناخذوا منها سميه ديال الالكان، اذا هي ميثان غادي نزيدوا عليها وات، وهنايا كناخذوا سميه ديال الالكيل والالكيل ديالنا هو ميثيل، يعني كنساليوها ب او، اذا هذا سميتو ميثان وات دو ميتيل. نفس العملية هنا كناخدو سمية ديال الأركان سي إيتان نزيدو ليها وات دو، وهنايا كناخدو الألكيل في هاد الحالة هو دو ميتيل. إذا شفنا هاد الحالة هادي كنقلبو على لا شين لا بلو لونغ كناخدو منها هنايا سمية ديال الألكان واحد جوج ثلاثة، إذا هي بروبان وات دو، هنا عندنا جوج ديال الكربون إذا دو إيتيل، بطبيعة الحال غتكون بأبوستروف. هنا عندنا أون غاميفيكاسيون، الور هنايا غادي ياخد رقم واحد من اوبليغاسيون بزز، وهنا غادي يكون عندنا جدر ميتيل في الكربون رقم جوج، سمية ديال الاركان كوريسبوندون غادي تكون هي جوج ميتيل بروبان وات، بروبان وات هنا عندنا بروبان دو، وهاد الجدر اللي كاين هنايا هو الميتيل دان دو ميتيل. ديما كنلقاو هنايا السمية ديال الألكان، الألكان هو ميتان، إذا غتكون عندنا هنايا ميتان كنزيدو ليها وات دو، هنا كنديرو في هاد الجهة خصنا ناخدو السمية ديال الألكيل، ألور وبزز هذا خصها تاخد رقم واحد، إذا هذا اش غادي يشكل لينا؟ غادي يشكل ان غاديكال ميتيل لاصق في الرقم واحد ديال واحد سلسلة فيها دو زاتوم ديال الكربون اللي هي ايتان، كناخدو الراديكال ديالها هي ايتيل، الوغ دو واحد ميتيل ايتيل، هي اصلا واحد ميتيل ايتان، فيو بانه كيقول لي ستان الكيل ستان راديكال، الوغ ميمكنش نكتب ايتان غادي نكتبو ايتيل. نفس العملية هنايا كنقلبو على شين كربوني لا بلو لونغ، هادي هي لا شين كربوني لا بلو لونغ، كنلقاو السمية ديال الأركان، عندنا جوج ديال الجذور غير هذا بزز خصو ياخد رقم واحد، إذا السمية ديالو غتكون عندنا دي ميتيل
دي ميتيل واحد جوج ثلاثة، إذا غتكون عندنا ثلاثة ثلاثة دي ميتيل واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، في واحد لاشين كربوني فيها خمسة، إذا بنتان أو وات. بنتان وات، هنا خصنا ناخدو لاشين كربوني ديالنا كتبدا برقم واحد، وخصنا ناخدو ألكيل. إذا لاشين ديالنا هي هادي، فيها واحد جوج ديال لي زاتوم دو كربون، لاصقين فيها جوج ديال لي ميتيل وبجوجهم في رقم واحد، إذا غتكون عندنا واحد واحد دي ميتيل إيتيل. فهاد لاشين كربوني كنقلبو على لاشين كربوني لا بلو لونغ، على أساس بأن هنا غنبداو بواحد، عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، عندنا جدر إيتيل جدر ميتيل وجدر ميتيل لاصقين في هاد السلسلة. إذا السمية ديالنا غتكون عندنا واحد جوج، هذا محمول بالكربون رقم جوج، غتكون عندنا جوج إيتيل واحد جوج، هذا كاين في الكربون رقم ثلاثة وهذا في ثلاثة، إذا ثلاثة ثلاثة دي ميتيل واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، في أطول سلسلة فيها خمسة ديال الكربون هي بنتان، إذا غتكون عندنا بنتان وات، كنزيدو دو هنا في هذا الجزء، خصنا نقلبو على أطول سلسلة. أطول سلسلة هي هذه فيها ثلاثة ديال الكربون، وهنا غتكون عندنا جوج ديال الجذور لاصقين في أطول سلسلة فيها ثلاثة ديال الكربون، إذا غتكون عندنا واحد واحد دي دي ميتيل، خصنا أصلا نكتبو بروبان كاين هو جدر، دونك كتكون بروبيل. كنديرو نفس العملية هنايا، أطول سلسلة غتكون عندنا هي هادي، واحد جوج ثلاثة أربعة، عندنا واحد جدر ميتيل في أطول سلسلة، غادي غتكون عندنا ميتيل، ميتيل في الكربون رقم جوج، بوتانوات، بوتانوات لأن عندنا أربعة في أطول سلسلة. انا كنقلبوا على اطول سلسله غتكون هي هذه، ولاصقين فيها جوج ديال الجذور كلهم في رقم واحد، اذا غتكون عندنا واحد ايتيل واحد ميتيل بروبيل. ايتانوات دو ميتيل، اللي عطيناك السميه وبغيناك تلقى لنا المركب ديالنا. عمليه بسيطه، كنبداو اول حاجه كنديروها كنرسمو المجموعه الوظيفيه اللي كتكون بحال هكا، الكان وات، ايتان وات كتعني بان عندنا جوج ديال لي زاتوم دو كربون، ها هو الاول وها الثاني. دو ميتيل كاين عندنا هنا كربون واحد، الوغ نكملو بالهيدروجينات. بروبان وات ديتيل، بروبان وات بروبان ثلاثه ديال الكربون، كنبداو الديكور ديالنا هو الاول ديال الايستير، بروبان كيكون هنايا في اليسار، عندنا هنايا واحد جوج ثلاثة، ديتيل عندنا جوج واحد جوج، نكملو بالهيدروجينات، اش تروا اش دو، وهنايا اش دو، وهنايا اش تروا، دو ميتيل بروبان وات دو ان ان دي ميتيل ايتيل. دور كنرسمو اولا الفصالة ديال الإستر، بروبان وات، بروبان عندنا ثلاثة واحد جوج ثلاثة، ميتيل جوج، ميتيل كاين في الكربون رقم جوج، إيتيل، إيتيل عندنا جوج ديال الكربون، ها الأول وها الثاني، دي ميتيل واحد واحد، كاين في الأول في الكربون رقم واحد، والثاني في الكربون رقم واحد، وكنكملو بالهيدروجينات، سي أش تروا، سي أش. هنا غتكون عندنا سي اش تروا، سي اش تروا، أيضا سي اش تروا، جوج إيتيل، جوج ثلاثة دي ميتيل بيوتانوات دو جوج ميتيل بروبيل. رسمو أولا، رسمو أولا الديكور ديال الإستير، فصل هي الأولى، بيوتانوات وهذا رقم واحد، إذا خصني يكونوا عندي هنايا أربعة. جوج إيتيل في الكربون رقم جوج، عندنا واحد الجدر إيتيل اللي هو سي دو أش سانك، دي ميتيل كاين واحد في الكربون رقم جوج
واحد في الكربون رقم 3 دو كنمشيو للالكيل بروبيل بروبيل عندي فيها 3 1 2 3 2 ميثيل هنا عندنا ميثيل وكنكملوا بالهيدروجينات سي اش 3 سي اش 3 سي اش سي اش 2 سي اش 3 سي اش سي اش 3 سي اش 3 3 3 دي ميثيل بنتان وات دو جوج ايثيل واحد 3 دي ميثيل بوتيل بنتان وات بنتان وات كتعني عندنا 5 دونك غتكون عندنا الفصله ديالنا هي الاولى عندنا 1 2 3 4 5 دي ميثيل 3 3 1 2 3 اذا عندنا واحد لهاد الشيء واحد في الجهه الاخرى عندنا بوتيل هي 4 1 2 3 4 1 3 دي ميثيل 1 3 اذا عندنا هنا واحد الكربون وواحد الكربون هنا جوج ايثيل يعني هنا عندنا جوج سي دو اش 5 وبغينا نكملوا بالهيدروجينات اش 3 اش اش 3 هنايا اش 2 هنايا اش 3 اش 2 اش 3 اش 3 اش 2 واش 3